بشير الجميل بنى أسطورته صورة صورة. ولد في ربيع الاستقلال ابناً لزعيم ورئيس حزب كبير، عايش خريف الجمهورية في الجامعة والحزب والشارع، حولته الحرب إلى قائد عانق أحلام اللبنانيين قبل أن يقبض على أحكام جمهورية لم تكتمل، فذهبت معه في النعش إلى محكمة الأسئلة والتاريخ. أصغر الرؤساء عمراً في تاريخ لبنان لأصغر ولاية لم تبدأ، وأول حزبي يتبوأ المركز الأول، وأول رئيس يدلف القبر شهيداً وهو على شفير القصر لتكتمل عناصر ورموز الأسطورة.